السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لم تعش في الدنيا مسالما جئت يوم القيامة مفلسا، هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما سأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، المفلس اللي ما فيش فلوس في جيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته أو فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. شوف، هو كان جاي معاه مع حسنات. ونفس المعنى في قصة المرأة التي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تصوم وتصلي ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي: هي في النار. هو ما كانش معها حسنات، لا كان معاها، لكنها أفلست من كل حسناتها بسبب أنها لم تعش مسالمة. وأنت أيها الكريم وأنت أيها الكريمة، إذا لم نعش في الدنيا مسالمين نأتي يوم القيامة مفلسين. الكلمة السيئة بتفلس، النظرة السيئة بتفلس، الإيد لما تتمد على ضعيف بتفلس، لما تسرق مال حرام بتفلس، لما تؤذي حد وتقهره وتستقوى عليه هتيجي يوم القيامة مفلس. إذا لم تعش في الدنيا مسالما جئت يوم القيامة مفلسا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.